عيون الظلام لدين كونز، قصة تنبأت بفيروس كورونا. تدور أحداث القصة عن أم تبحث عن ابنها الذي كان قد ذهب في رحلة تخييم، وكان يفترض أنه مات بعد اختفائه. تعتقد الأم أن ابنها على قيد الحياة لأنه لم يكن هناك تفسير لموت أصدقائه الذين ذهبوا معه في رحلة التخييم. تنتهي القصة بعثور الأم على طفلها في المختبر بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس، ولكنه من القلائل الذين نجوا. يقال إن القصة جعلت الناس قلقين للغاية في الثمانينيات. تشابه الحبكة في هذه القصة بشكل غريب مع فيروس كورونا. ما لفت انتباه الناس أثناء قراءة الكتاب كان جملة بسيطة: في ذلك الوقت تقريباً انتقل عالم صيني يدعى لي تشان إلى أمريكا أثناء حمله قرصاً مرناً من البيانات عن أهم الأسلحة البيولوجية الجديدة والأكثر خطورة في الصين خلال العقد الماضي، يسمونه ووهان 400، لأنه تم تطويره في مختبر RDNA الخاص بهم خارج مدينة ووهان. تتحدث القصة عن الفيروس كسلاح مثالي يصيب البشر فقط، وتسرد القصة تفاصيل سلاح بيولوجي بناه العلماء الصينيون في برنامج سري للأسلحة البيولوجية. يعرف أحد المقتطفات في الكتاب عن ماهية المرض الذي يتحدث عنه، حول كيف يشير عنوان الكتاب إلى ماهية هذا المرض. يهاجم المرض الوظائف الحركية في الدماغ، ولم يكن العلماء قادرون على تطوير جسم مضاد لهذا المرض، لكن الابن الضائع للمرأة كان قادراً على النجاة من المرض. هناك العديد من التفاصيل المتزامنة التي يمكن تسليط الضوء عليها. بصرف النظر عن التفاصيل حول ووهان 400، تتحدث الرواية عن مختبر في المدينة والذي يتم التركيز عليه بسبب الفيروس. والغريب في الأمر أن معهد ووهان للفيروسات يبعد فقط 32 كيلومتراً عن مركز انتشار الفيروس في الحقيقة. إنه مختبر من المستوى الرابع للسلامة الإحيائية في البلاد، وهو أعلى تصنيفاً للمختبرات التي تدرس الفيروسات القاتلة. هناك العديد من هذه التفاصيل التي جعل هذا الكتاب المشهور في الثمانينيات والوضع الحالي الذي نعيشه يعيد القصة مجدداً إلى الأضواء.